ازيكم يا اصحاب؟ النهارده معانا درس جديد اسمه المساحات. المساحات دي اصحابي بتبقى عامله ازاي او ايه هي المساحات؟ المساحه اللي هو الشكل او الحجم الداخلي للشكل من جوه. نبدا اول حاجه بمساحه المثلث. مساحه المثلث عندنا لها قانون بيقول لنا طول القاعده في الارتفاع في نص، يعني نص طول القاعده في الارتفاع. هنا مدينا القاعده بكام؟ القاعده اللي هي بيبقى خط من تحت خالص، اخر خط من تحت في الارتفاع، اللي هو رقم اللي من فوق، اللي هو يعني العمود اللي من فوق. هنا عندها زاوية قائمة، فيبقى الرأس بتاع الزاوية القائمة واحد منهم القاعدة واحد منهم الارتفاع. يبقى احنا عندنا هنا القاعدة 5 سنتي والارتفاع ب4 سنتي. عايزين نجيب مساحة المثلث ده، هنضرب نص طول القاعدة في الارتفاع، فيبقى نص في 5 اللي هو طول القاعدة في الارتفاع اللي هو 4، نضربهم مع بعض يطلع لنا ب10 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. تاني حاجة معانا مساحة المربع. بيقول لنا ايه؟ مساحة المربع يساوي طول الضلع في نفسه، يعني مثلا لو ده ب3 يبقى ده ب3، نضرب الاتنين في بعض. لو ده ب5 نضرب ده ب5 برضه، عشان كل أضلاع المربع متساوية. يبقى عندنا في الرسمة دي مدينا ألف ب ب3 سنتي، يعني باقي الأضلاع كلهم قد بعض ب3 سنتي، وعايزين نجيب مساحة المربع. مدينا قانون مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يبقى نضرب 3 في 3، يبقى مساحة المربع 3 في 3 يطلع لنا مساحته 9 سنتيمتر مربع. تالت حاجة معانا مساحة المستطيل، اللي هي الطول في العرض. طيب عندنا هنا الطول ب5 سنتي، اللي هو الرقم الكبير في العرض، اللي هو الرقم الصغير اللي هو 3 سنتي. يبقى عشان نجيب مساحة المستطيل نضرب الطول في عرض، فيبقى عندنا مساحة المستطيل ب5 في 3، 5 في 3 ب15 سنتيمتر مربع. وبكده يا أصحابي كنت خلص درسنا النهاردة، ولازم تحفظوا القوانين دي نراجعها عشان ما ننساهاش. مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المربع يساوي طول الضلع نفسه، مساحة المستطيل يساوي الطول في العرض. ده يا أصحابي تمارين عشان تعرفوا انتوا فهمتوا الدرس ولا لأ. عايزين نجيب مساحة المستطيل الكبير ده ومساحة المثلث اللي جواه ومساحة المربع ده. عندنا مدينة هنا أ ب بخمس باتنين سنتي، ب ج ب5 سنتي، وهنا مدلنا أ د ب3 سنتي في المربع. وبكده يكون خلص درسنا، ومعنا فهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.